نعم يا شيخ أحسن الله إليك، كيف يكون التواصل لذوي الأرحام غير الوالدين، ذوي الأرحام من الخالات والعمات والبنات والأخوال والأعمام، كيف تكون الصلة بهم خاصة إذا كان مكانه بعيد؟ الصلة بارك الله فيك لم تبين في السنة ولا في الكتاب، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والقرابة. مثلا من الأقارب من له حق كبير عليك مثل عم خال أخ، وابن العم البعيد مهم مثل هؤلاء. أيضا الأحوال تختلف في حال المرض، يجب أن تواصل عيادته والسؤال عن حاله، في حال الفقر يجب أن تواصل، وفي حال الغنى والصحة وكل الناس لهم بأحوالهم، لو ما تزوره بشر إلا مرة أو عن طريق الهاتف كفى.